سيبونو الحمد لله كل شيء على الانتخابات مليح. ما مجاك توسان الاجواء اللي تاع الانتخابات تغض عن بعض شويه الشعور نشعاود باش تحس ديك سواء النواه الماضيه قصد المستقبل القادم ان شاء الله. أسيدي الانتخاب يعدو يعني سجن طريقة ممتازة جدا ناجح كان سجن الجو يعني الأخوي زال جماعة 16 سكصاف وذين بودن وذين بو يعني شن بوغد ولا إلا شن حاجة بالعكس كل شيء عذون ما جاش نخص الضحاش الى اخره الاخوه الابتسامه وثانيا عذون سي بطريقه شفافه جدا ديمقراطيه جدا يعني الانتخاب الجواني الجن بطريقه يعني من شان اعترف بها الجميع ما رود يحضرني عش بس الحار ان جمو يخسر الانتخاب والا فلا صحيح ان الانتخاب الكادي مزيده صراحه ويتوقع واخا بيه مزيده وين نخدم الجمعيه في المغانطي صراحه انك في المستوى كاش يعني تاثيرج المستوى يعني الوعي زي المسؤوليات طم كانت على حساب فيما يخص تنظيم الانتخابات تنظيم الحفلات تنظيم يعني الحاجات مثل هذه. اذا نشكى مره الجماعه نخدد يحضر يوسين صبان كي 5 كي نوض روح شنو عند ساعتين ديال التصويت باش تعدد يعدد التصويت الناس بطريقه ديمقراطيه شفافه يعني ديما نوض ديس وقت التصويت ماشي نستعدوها ولحسن الحظ ان جميع ينيا شحال ستيتس نشحن 6 تقريبا حتى نقارن حتى ديال الاصوات يعني كذا اسم الجماعه الثقه ونستازي الاخوانيين شحال دايرين عند حسن الظن الجماعه خاصهم ينتخبان ومره اخرى ان شاء الله نتمنى يا سيدي الجماعه ان المستقبل ظاهر المستقبل ضامن ان شاء الله تنجح في جميع الميادين ذي الثقافه ما تنجح ذي التعليم ما تنجح ذي الاندماج تنجح ذي اعطاء صوره تصبح في مغربيه ندي مسرمن ذي طبليمان فالجماعه يا تمزيلا وين يخدمان راك البلديه فيما يخص الاندماج تخدم ذي الاتحاد المساجد مغربيا هي عضو في مجلس المركز لمغاربة ألمانيا ونشي سوا الشخصية الرئيس الثاني ذي المجلس يسمونا نيج العدالة مزيداوين يسمونا في مزيداوين مغربي بليمان باش هذا الضيف مرتبة طام قران باش غاس دير إجل الصوت بليمان أمام يعني حتى الحكومة بليمان وإلا حتى جميع المسؤولين غاتشاغل على كاريك الشأن الديني بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك السي ونو تشكاري شورا شنس الدور النخ بارك الله فيك المجهود اللي تقد مع الرئيس مزيدا الحمد لله التزوير ويوقع والو نعم دون ما انتو سامح يدعكم دون ما انتو اننا من اهم المسائل نخدم ذانيتا وهو ربط الناشئه بالوطن الام وبدينها يعني طاوا الله نتكس نجلو ضمكرا باش يتسمى دايسن نغاص يعني دايسن نغرس غنيني المحبة الوطن المحبة الدين هذه العلاقة اللي غيخسر غيبقي من جا الوطن نص يعني جا الأصل نص إذا ثاني الدور تكون مزيس ذا وهو ربط الناشئة بدينها ووطنها وتحية للجميع خصني مبروك عليك السي محمد خصك شي سيرو خص سليمات بس رغم بوض جديد ديال الميدان هذا ديال تمزيد ولكن انت انسان جمعوي يتسامى الطاز ديال الجمعيات يتسامك حنجاني مزيان جدا الو خونا خصنا نسقسي السي محمد ما مشتو في الاجواء تمزيد ما مش عذانت ما خصت شي سليمات سي وخصت شكرا السي محمد السي رخص مازال تنايت هنا اي تمام مال ديال العالم ديال المغرب دانيتي شي نشكرك نيو نشكر غايت ما غانيتي عاوننا مليح من هي يوسف نهار ترانكيل عجيبا مشي نخلق ثانيتي من هي دي مغربي زوينات يوسف جدا شكر ونسين ما شاء الحمد لله انت عاجل نحاجز نرمزيت مليح اوف دويتش اوف دويتش اذا سعيد فما قلت ich bedanke mich an unseren Mitglieder an unseren Vorstand wie wir hier weitergekommen sind und herzlichen Dank für das herzlichen Dank für das Vertrauen an unsere Mitglieder und an der neue Arbeit, die wir hier gerne weiterführen möchten und möchten dabei unsere Jugend, dass die weiter fortkommt, dass die Integration weitergeführt wird und dass der Verein selbstständig bleibt, dass wir da mithelfen können, inshallah. Inshallah wünschen wir uns alle gut. Ich danke an alle. Inshallah, Simon, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg, inshallah, alle. Und danke schön.
السلام عليكم السي محمد خباش. السي محمد خباش هذا سنيني مبروك ذا مزوار رويا عبد المنصب امين المال ايتو غاد قبر انت ديني خص صندوق الحمد لله يصاص النهار حساب الناس كلشي مضبوط كلشي قمشان الناس وخو خص سقسي السي محمد بالنسبة للمستقبل انت مزيد ان شاء الله ما غاومش المشاريع انت مقبل اختي ور شويه النهار الاجواء الانتخابات الحمد لله مع الرسي ورنا هذا مره يوضن الزرين ستي تاوين كل شيء هذا مليح الحمد لله ما عكش حاجه ثانيه غير منايا نعم ان شاء الله نستعملوا لي الحاجة الانتخاب النهار ان شاء الله ما صدع وضعك في الحياة الواحد وشان نمشي هيك على شو مشان البلاتيني الشفافية الديمقراطية ويتسمى الحمد لله برس دع برايداتي وذا المار فاحد المار يعجب سنة الحال يوم نتمنى ان شاء الله من الله تعالى خير وفق ان شاء الله لعلي غزة ان شاء الله أمو نبزي طبعا ان شاء الله نتمنى ان نعيش مشروع نبقى ان شاء الله نسغيش نبزي طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غتوارد على حسب وذاك السنة الصلاة بنادي بارك وجه من ان شاء الله انه جاهز ان شاء الله ستفق من الله تعالى ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك كما سنشرو خويا السي جمال انت كاع الشحن ديال المنصب المعاونه الاجتماعيه انت تكلفت اللاجئين السوريين اللاجئين المغربيين صر شواغ الناس كلشي من يتعاونا سنين اولا مبروك قشتاع بحد ديال الانتخابات سجل النتيجه مغيطس روخو خص اختيني ديج موار ما مشعل الانتخابات من تكوع غزه ان شاء الله بالنسبه لمزيدا السلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله تشكع مارا اللي كيسي النهار انتخب السكار الجمع مارس كلشي ان شاء الله ان شاء الله السوية تمسي لنا ديك المستقبل هذا سبحان ان شاء الله السوية والشباب ديال الجانا من يتجدد في مسيدة ان شاء الله ماشي كسرها في العالمين اللي غنسوية ان شاء الله ان شاء الله نهار شي نهار الشحن مهم ستين ديال الجنا ان شاء الله نجي نخدم تصبحه انت مستوى اللي مزيان ما غاديش نوصل كل غصبحه ان شاء الله هذاك ولي ما ان شاء الله مدينه لود نشاهد ان شاء الله والسلام عليكم بارك الله فيكم ورحمه الله وبركاته السيدي بارك الله السلام عليكم السي مصطفى السيدي قبريت سواغ ساجد شنيني مبروك خارب حيت قيت النتيجه اللي مرضيه الحمد لله مري وذان وسنت كيش ديال الشحن كيش ديال المنصب ديال الكاتب العام ونتمنى يا شي ان شاء الله يجي المسيره موفقه ماشي عاون سيدي ربي خص تعاون غير مزيده شي يوفق سيدي ربي ان شاء الله الاخو من خص باش نسقساخ الاجواء ما مشى على الانتخابات المشروع يقوم ان شاء الله غزال السلام عليكم اولا المهم الاجواء عدنت يعني اجواء عاديه وغادي مش نحاس يعني الحمد لله كلشي على مليح بشهاده الجامع نيشان صوت بمشان الناس صوتني وذان يعني 26 مرشحين ديال الجمعيه هذا الحمد لله 6 قاعدين يعني ناس الاصوات الحمد لله ونشكى الجامعه عمار ان شاء الله كبيرا وصغيرا ونتمنى الجامعه ان شاء الله ثاني شويه غزال ان شاء الله ونشكى الجامع وشكرا سيدي بارك الله فيك السي مصطفى السلام عليكم السي ميمون السلام ورحمه الله مره من خص هذا الشيء نخدم الزوارو سيدي مبروك الله يبارك فيك بحد ديال المنصب النين الشباب من يتعلق الشباب ديت مزيد اللود نشايت عبد الكريم الخطابي اللود نشايت روخو الحمد لله مره ما مش نزرى كلشي الاجواء ديت مزيد عاد انت مليح ديال الانتخاب كلشي عاد مليح وتوغى المنصب قبل شو غاخي تجي شاده ديال انت ديت مزيد روخو الشكل من الزوارو يتغيترسن روخو خص هذا خفيني من الاهداف خص هذا توض غزال من الاهداف الهدف الاول ما خصك تسيور سليمان توم بعد سير الهدف الاول خص ان شاء الله الشباب هذا في نجمو مشان ديس غاس نيري الثقه غاس نيري الجهد نسن الضرب من خص مش سيمان تينو اكيدين مشان اسنو شخا مشان اسن السيور خدير حق نسن مرة طلب نشان الحق خاص دفع ان شاء الله دفع المثال العلم التعليم ثم زيد تبارك الله مش حني وذان جمعتي العاشين خاص ديري اكل إيش انت صغار تتوشني الشباب قادنيني خايت تفن مسؤولية انتي بشي ان شاء الله صحيح سيدي بارك الله فيك السي ميمون وانت شكاري شو رانش نص الدور النخت زيد شدام شاني سيدي بارك الله فيك السلام عليكم سي محمد قلعي انت الامام انت مزيد لود نشايت عبد الكريم الخطابي لود نشايت الحمد لله نهار ما مشيت السند السي محمد كلشي الاجواء عادت مليح ديال الانتخابات ونخصج نسقسا ما مشيت توريد فوق شتاندا نهار اللجنايه اللي قاعده النهار تيري ترأس مسجد عبد الكريم الخطابي ديال لود نشايت سيدي اول وقبل كل شيء انا اعرفه كلهم ناس طيبون
نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، نتمنى لهم لان هذا تشريف وفي نفس الوقت تكليف، لان ما دام الجماعه قديس الثقه تشرفتهم، وكذلك حتى هما ان شاء الله خص يكونوا في المستوى، وهذه امانه عظمى عند ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فهي امانه في عنقهم، فالمسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وكنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والمزيد القدام ان شاء الله. بارك الله فيك السي محمد خلعي كمال. السلام عليكم سي كمال، تبغى تاخذ فون شطان تقديمي قال مجهود ضام قراني انت زي ديج نعوض ويساهم الطز ديت مزيد النخ يبنات سيدي بارك الله فيك نشكاريش سيدي من غخصدتيني ديما مش تاع الاجواء اللي انتخابات ثاز المستقبل ان شاء الله غتمزيد النخ. بارك الله فيك اخي محمد، نشكاريش كاش كي ورني التنيز نشين نشكر جمعه كامله ما شاء الله، خدمت ثلاث سنين ما شاء الله بنامي خدمي صغور السيري ماراثون مزيدة الرياضي سبطاس ما شاء الله وريف عراح ان شاء الله روخان القيسوري في النغني ان شاء الله اللجنة الجديدة ان شاء الله نعاون رزم مني على الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك نشيس الدور نخلش كاريش كتاس السي كامل خل مجهودي تقيل.